مرحبا بك أستاذ علي، حدثنا برأيك، يعني هل ستقبل ميليشيا الحوثي بهذه الضغوطات إذا ما تم فعلا تسمية محمد قحطان وغيره من المختطفين في الوفد المشارك إلى جنيف؟ نعم، مساء الخير أختي، عليك وعلى مرحبا، تفضل. قبولها من عدمه يؤكد أو يعطي مؤشر عن جدية هذه الجماعة لتنفيذ القرار 22/16 الذي هو أساسا سيذهب الجميع إلى جنيف لمناقشة سبل وطرق بحث تنفيذ هذا القرار الأممي الملزم والذي ينص في إحدى فقراته على إلزام جماعة الحوثي بإطلاق المختطفين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي. فإذا لم تقبل جماعة الحوثي بإطلاق هؤلاء المختطفين السياسيين سواء تحدثنا عن الصبيحي أو قحطان أو دم، ذهب التدريبات إلى أنهم سيكونون ضمن الوفد الحكومي لمؤتمر جنيف، إذا لم تمتثل من الآن لإطلاقهم لتمكينهم من المشاركة وتمثيل الحكومة في هذا المؤتمر، فمعنى ذلك أنها لم تقبل بما سينتج عنه مؤتمر جنيف من قرارات وتوصيات ستكون ملزمة للجماعة، وبالتالي هي مؤشرات مبكرة على جديتها في التعاطي مع نتائج هذا المؤتمر. طيب برأيك أستاذ علي، اختيار المعتقلين كممثلين للحكومة في الحوار، ما دلالة ذلك سياسياً؟ اعتقد انه اذا ما صحت تلك التسريبات وتلك المعلومات التي نشرت في وسائل الاعلام اليوم فانها تعطي ايضا دلاله على ان الرئيس هادي ومستشاريه اتخذوا قرارا ذكيا وفقا اكثر من ايجابيه مؤشرات كثيره من اهمها قدرتهم على التعاطي مع المرحله القادمه وعلى اللعب بنفس الطريقة التي تلعب بها جماعة الحوثي في التعاطي مع الأحداث القائمة، فأن يكون المختطفون وهم المناضلون الحقيقيون الممثلين للحكومة في مؤتمر جنيف أيضا يعطي مزيد من الثقة في قرارات الرئيس هادي وبأنه ينطلق في هذه القرارات من المصلحة الشعبية، وأيضا على مؤشر على وحدة الجبهة التي تظهر أنها أو تعلن عن نفسها كجبهة واحدة مؤيدة لشرعية الرئيس عبد الربو منصور هادي، والمقاومة في الميدان أيضا ستمد قوتها من هؤلاء المعتقلين الذين تطالب كل يوم بالإفراج عنهم. طيب أستاذ علي، يعني المقاومة ترفض الذهاب أو ذهاب الحكومة إلى جنيف للتحاور مع ميليشيا تقتلها كل يوم بصلف وبعنجهية، برأيك يعني ما هي قراءتك لمثل هذا الرفض، خاصة مع بيان لمقاومة مأرب وجهة للرئيس هادي يعتبر أن المشاركة أو الذهاب خيانة وطنية؟ نعم، يبدو موقف المقاومة هذا مقدرا في ظل الظروف الحالية وفي ظل استمرار ميليشيات الحوثي في الاجتياحات في قصف المدن والأحياء السكنية في هجماتها على مختلف المناطق سواء تحدثنا عن مأرب وشبوة شرقا أو تحدثنا عن تعز وعدن والضالع جنوبا، فإن هذا الموقف الرافض لمؤتمر جنيف من قبل المقاومة يبدو مقدرا ومتفهما إلى حد كبير، لأن ميليشيات الحوثي وصالح لم تعطي بوادر حسنية أنها تنوي الإقدام على أداء مختلف خلال المرحلة المقبلة، وأنها تنوي الانتقال من مرحلة الأداء المسلح إلى مرحلة العمل السياسي والحوار والاعتراف بالآخر وإتاحة المجال للناس لأن يديروا الشؤون مناطقهم وسحب هذه القوات الغازية من كل مكان، وبالتالي سيظل موقف المقاومة متفهما ما لم تعطي جماعة الحوثي وميليشياتها وأيضا صالح والقوات الموالية لهم مؤشرات أخرى وبوادر حسنية على أنهم مقدمون على أداء ومرحلة مختلفة. إذن شكرا لك علي الفقيه، نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر، كنت معنا عبر الهاتف.